ويسعد لي اوقاتكم جميعا. اليوم باذن الله راح اسوي معكم فطاير تركيه جدا لذيذه، محشيه بجبنه وبقدونس ونعناع، شيء لذيذ مره مره، وبسويها بالخبازه. راح احتاج الى 3 أكواب دقيق، وعليها رشه ملح، وفنجال قهوه سكر بما يعادل 2 ملاعق كبيره سكر، وملعقه كبيره خميره، ونص قالب زبده اللي تجي 100 جرام، تاخذون نصها يعني 50 جرام، وكوب كوب من الأكواب المعيارية حليب دافي، مو مغلي ولا بارد، دافي، وعلبة زبادي. طبعا هذه العجينة سبق أني سويتها معكم كثير، وموجودة طريقتها بالإنستغرام، وبإذن الله راح أنزلها لكم. طبعا أول شيء راح أسويه أني راح أخلط الحليب الدافي مع الخميرة والسكر عشان يتفاعلون، بعدين راح نضيفها للعجينة. يعني طريقتنا بالعجينة أنتم حفظتوها تماما. أول شيء بحط الدقيق، وبعدين راح أضيف لها الزبدة بخلطها معاه، وبعدين نضيف لها الزبادي وخليط الخميرة. حطيت الدقيق مع الزبدة، الحين ببدأ أخلطهم مع بعض، وبعدين بضيف الزبادي. وهذه العجينة لينة ما تتلصق في اليد، الحين بغطيها وبخليها بمكان دافي تخمر، وبعدين نبدأ نشكلها. وبالنسبة للحشو حطيت جبنة فيتا، جبنة مالحة، جبنة البقرات الثلاث اللي تبون، مع جبنة موزريلا وبقدونس ونعناع، وبحط حبة بيضة معها شوية خل عشان أزفرة، أو ممكن شوي فانيلا، لا تخافون ما راح تعطيها طعم حلاوة. نخلطها ونجهزها ونخليها على جنب عشان نبدأ نحشي فيها الفطاير. طبعا في البعض بيجي يقول طب أبي أستغني عن البيض، ما ينفع، لازم تتماسك، هي الفطاير التركية كذا، معليش. ما حبيتيها بالطريقة هذه حتصير لك فطاير عادية، فإذا أنت خايفة من زفرة البيض اختاري نوع بيض جيد ما يكون فيه زفر. ويعني في أنواع بيض صراحة أنا جربتها صراحة سيئة، لا يمكن تتاكل اصلا حتى لو باكلها كذا، وفي نوع لا عادي، واذا حطيتي خل راح يشيل ريحه الزفره، وزياده على كذا عندك النعناع والبقدونس ما حيكون فيه زفر، فاطمئني. بس صدقوني الحشوه هذه لذيذه لذيذه لذيذه، وجربتها معكم العام برمضان لو تذكرون، وكل مدحها، وانا شخصيا صراحه ادمنتها في رمضان اللي فات، كنت دائما اسويها. فجربوها ولا تشيلون هم البيض، ما راح تحسون فيه. وهذه عجينتنا ما شاء الله خمرت، الحين راح افردها وعشان ابدا اشكلها على شكل قوارب، وراح اخبزها بالخباز. تفردون العجينه بهالشكل وتقطعونها دوائر عشان تسوون قوارب زي كذا. تاخذون العجينه بكل هداوه، تحطون الحشوه في النص، ترفعون الجوانب على اساس انكم تسوون كانه قارب. حطي هنا كمان شوي، هنا انا سويت لها واحده عشان تعرف شلون تسويها، يا رب تزبطها. ايوه ترفعون الجوانب شوي، شدوها شوي وتسكرون الاطراف زين، هنا من هنا بعد. بعد ما سخنت خبازتي حطيت فطايري وبغطيها، بس عينكم عليها وانتم تغطونها، يعني اذا ها بدأت تتحمر او شيء ارفعوا الغطاء وغيروا اماكن الفطاير، لانكم زي ما انتم شايفين شلون طريقة الحرارة هنا موزعة. ونشيك على الفطاير ما شاء الله، شوفوا من تحت، يا سلام، بس بقالها تكة من فوق. أو بسوي حشوة ثانية، لبنة وزعتر مع شوي زيت زيتون، وإذا حبيتوا تضيفون موتزاريلا ضيفوا، بتطلع مرة لذيذة مع اللبنة والزعتر. نشيك كمان ما شاء الله تبارك الله، خلاص هذه بقيتها تكة وتخلص، وهذه خلاص بشيلها.
شفتوا زينة الخبازة مريحة وحلوة، وفيها المؤقت وتشوفون برضو من القزازة اللي هنا هذه، بس بخليها شوي على ما أخلص اللي عندي. ونسوي الحشوة الثانية اللي هي لبنة وزعتر وجبنة موتزاريلا، حطيت مرة لذيذة مع اللبنة والزعتر. في البعض ما يحب، لا أدمر شوي، أيوة فرشيها. في البعض ما يحب الجبنة الموتزاريلا معها، بس مرة ترى لذيذة. تحطون زعتر على الوجه كمان، اللي يبي بس إنه يكون مع الخلطة زي كذا كفاية، براحتكم. بس حلو برضو الزعتر. ونسويها على شكل قارب، تسكرون الأطراف زين، وهذه ترفعونها كذا، هذه تتسكر الأطراف زين هنا. هذه خلصت، بحط الزعتر، كبكبت الزعتر، حطيت اللبنة بالزعتر، وهذه خلاص أشيلها مع أخواتها. نشوف باقي فطايري اللي حطيتها. طبعا الحشوات انتم تتحكموا باللي تبون، يعني تبون تحطون لحم مفروم، طبعا لحم المفروم ترى يعني مو بلذيذ اذا سويتوه معصج يعني مطبوخ، حلو ينطبخ بالخبازة، بس لا تصير الطبقة سميكة وراح يستوي، لا تخافين. ممكن دجاج، ممكن تونة، ممكن لبنة سادة، ممكن سبانخ، فأنتي حرة بالحشوة اللي أنتي تبينها، تحكمي فيها حسب ما تحبين. وهذه الفطاير التركية، هذه بحشوة الجبنة، شوفوا شلون البيض مخليها كذا متماسكة زي المحلات بالضبط. وهذه حشوة اللبنة والزعتر والجبنة الموتزاريلا، شفتوا شلون سهلة؟ يلا بيشوف تطبيقاتكم عليها، وبالعافية.